اليوم الاثنين نستقبل اسبوع جديد والعديد من التساؤلات تبقى مطروحه باعتبار انه الاسبوع الفائت تمتاز بالعديد من التغييرات والاضطرابات الجويه. الاسبوع هذايا باش يكون الوضع الجوي فيه مغاير تماما اللي شهدناه خلال الاسبوع الفائت، معنيين باستقرار واعتدال اغلب المؤشرات الجويه نتيجه لهيمنه المرتفعات الجويه على بلادنا. باش نعيشوا اجواء دافيه ظهرا، صعود درجه الحراره تقريبا الى مستوى اوائل العشرينات بالعديد من الجهات، اما الدفء هذايا نهارا ما يغلطناش باعتبار انه الطقس في الليل يمتاز بالبروده نتاعو، درجات حرارة دون العشر درجات بالعديد من الجهات وأقل حتى بالمرتفعات بالمناطق الجبلية، ممكن سجلوا أرقام من بين 3 إلى 7 درجات. ناخذوا بالأسباب نحتاطوا، صحيح الأسبوع هذا يمتاز بأجواء طيبة أجواء مستقرة، لكن فما مؤشرات توالية اللي فما تقلبات جوية إن شاء الله نستناوها مع انطلاقة شهر ديسمبر. ربي يوصلها سلامات وربي يجيبنا في الصواب بالنسبة لكم.